أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 2 in unit 2 which is entitled Solving the Exponential Equations in R. الدرس بتاعنا النهاردة يعتبر استكمالا لمجموعة دروس الإكسبوننت وهنتعرف إزاي نحل الإكسبوننشال إكويجنز. كلمة إكويجنز إحنا شفنا قبل كده إن هي ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، وعشان أعمل solving ليها هسولف ايه؟ يبقى لازم يكون في عندي unknown، الunknown ده انا هجيب الفاليو بتاعته. طيب امتى اقول ان الايكويشن دي exponential equation؟ اقولها في حالة واحدة بس، لما يكون عندي الunknown بتاعي اللي انا عايز اجيبه موجود في الباور. الexponential equations are the equations in which the unknown is a power. يعني لما اقول لك 5 power n equal 125، فين الunknown اللي عندي؟ الunknown is n، موجود فين؟ ده موجود في الباور. يبقى معنى كده دي اسمها exponential equation. طيب هي لو كانت 5n equal 125، هنا الn مش في الباور، هنا الn numerator، يبقى دي algebraic equation. طيب هنا 3 باور x plus 4، تلاحظ الاتي الunknown عندي موجود في الباور، وبالتالي يبقى دي كلها اسمها exponential equations. طيب لما كنا بنحل algebraic equation كنت بجيب الunknown دايما في left hand side لوحده وبشوفه بيكوال ايه. ازاي بقى هتصرف في حاله الاكسبوننشال ايكويشنز؟ احنا عارفين ان الاكسبوننت متكون من حاجتين، متكون من بيز ومتكون من باور. عشان احل الاكسبوننشال ايكويشنز هنقول الاتي: لو كان البيز بيكوال البيز يبقى لازم تكون الباور ايكوال الباور، لان انا عندي ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. طالما 3 باور ان ايكوال 3 باور 2 يبقى باي لوجيك لازم يكون الباور ايكوال الايه؟ الباور. يبقى اول حاجه عندي لو البيز بيكوال البيز يبقى زين الباور هيكوال الباور. طيب ايه تاني؟ طب افرض جات لي الايكويشن عندي الباور زي هنا كده، عندي الباور بيكوال الباور، يبقى لازم يكون البيز ايكوال البيز. طيب بس في النقطه دي عايزين نتكلم شويه ان مور ديتيلز. لو انا عندي الباور ايكوال الباور يبقى عندي حاجتين: ايذر البيز ايكوال البيز، ده لو الباور عندي از اود، او البيز ايكوال بلس ماينس البيز اف ذا باور از ايه؟ از ايفن، او الباور هيكوال زيرو في حاله ان البيز ما بيساويش الايه؟ البيز. تعال بص حاجه زي كده: ان باور 5 ايكوال 3 باور 5، انت شايف ايه؟ الباور ايكوال الباور، والباور عندك از ايه؟ از اود. اود يبقى معنى كده ان البيز على طول بيكوال البيز. طب تعال نبص هنا: n باور 2 ايكوال 3 باور 2، الباور ايكوال الباور، ولكن هنا الباور از ايه؟ الباور عندي ايفن. هل ينفع اقول ان ال n ايكوال 3؟ ال n فعلا ايكوال 3، بس كده المعلومه ناقصه. ليه ناقصه؟ لان ممكن ال n تيكوال معايا نيجاتيف 3. ازاي نيجاتيف 3؟ لان انا عندي نيجاتيف 3 باور 2. احنا اتفقنا لما الباور الايفن ده يأثر على النيجاتيف ساين يعمل لها فانيشنج، تطير معايا من المساله، لان نيجاتيف تايمز نيجاتيف از بوزيتيف، يعني النيجاتيف 3 باور 2 هي 3 باور كام؟ باور 2. يبقى لما تشوف الباور عندك بايفن نمبر يبقى البيز، ما تقولش بقى ان البيز ايكوال البيز، لا، البيز ايكوال البوزيتيف نيجاتيف البيز اللي قدام. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض الاكزامبلز على الليسون. هو كده يعتبر شرح الليسون متمثل في الجزئيه اللي احنا قلناها من شويه دي. طيب بيقول لي find the value of n in each of the following. ادي اول مساله 2 to the power n plus 5 equal 8. ايه الاستراتيجي بتاعتك وانت بتحل؟ الاستراتيجي بتاعتك اول حاجه تخلي البيز ايكوال البيز. طيب انا عندي هنا 2، انا عندي هنا 8، يبقى لازم اخلي ال 8 تتحول لاكسبوننت، يعني بيز وعليه باور. طب انا عارف ان ال 8 عباره عن 2 to the power 3، يعني هنقول كده 2 باور n بلس 5 هتيكوال معايا 2 باور ايه؟ باور 3. طيب ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته ان خليت البيز ايكوال الايه؟ البيز. يبقى سنس ان البيز ايكوال البيز زين الباور لازم هتساوي الباور، وده لوجيك. طيب يبقى انا عندي هنا هنقول سنس ان البيز ايكوال البيز زين الباور ايكوال الايه؟ ايكوال الباور. تمام؟ يبقى ده معناه يبقى n بلس ال 5 هتيكوال كام؟ هتيكوال 3. هنحل ايكويشنز عاديه خالص. يبقى انا عايز ال n، يبقى هودي ال 5 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف 5، يبقى عندي
ال n عندي هت equal 3 minus ال 5، يبقى ده معناها ان ال n عندي هت equal negative ايه؟ negative 2. نيجي المسألة اللي بعديها، عندي هنا 9 باور n minus 1، الرايت هاند سايد مش اكسبوننت، يبقى نحول ده لاكسبوننت. طب انا ايه من خبرتي في الليسون اللي فات؟ انا عارف ان ال 81 دي عباره عن 9 باور كام؟ باور 2. يبقى 9 باور n minus 1 هيكوال معايا 1 اوفر 9 باور كام؟ باور 2. انا عارف لما بيكون في عندي اكسبوننت تحت عايز اطلعه فوق، بطلعه فوق وبعكس الساين بتاعت الباور، يعني ده معناه ان ال 9 باور n minus 1 هتيكوال معايا 9 باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. قدرت اوصل بالمساله ان نخلي البيز ايكوال البيز. طيب يبقى سنس ان البيز بيكوال عندي البيز، يبقى زين الباور هيكوال عندي الباور. ده معناه ان n minus 1 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 2، الباور ده ايكوال الباور ده. طب انا عايز ال n، يبقى وديني نيجاتيف 1 هنا بالبوزيتيف ايه؟ بالبوزيتيف 1. يبقى ال n عندي هت ايكوال نيجاتيف 2 بلس ال 1 which is نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. نيجي للمساله اللي بعد كده، هنا انا شايف فراكشن وعليه باور، طب الناحيه الثانيه ميكسد، طب اعمل ايه؟ نخلي الميكسد ده امبروبر. 2 تايمز 9 18، 18 بلس 7 25 اوفر كام؟ اوفر 9. يعني المساله تتحول معايا كده 3 اوفر 5 باور ان بلس 2 هتيكوال معايا 25 اوفر 9 باور كام؟ باور نيجاتيف 2. طب انا عايز البيز ايكوال البيز، مين هو البيز؟ الفراكشن كله 3 اوفر 5. طيب انت من خبرتك عارف ايه؟ انا عارف ان ال 25 ديت بتيكوال معايا 5 باور كام؟ باور 2. وعارف ان ال 9 بتيكوال 3 باور كام؟ باور 2. طب انا شايف ان ال 5 تحت وال 3 فوق، لازم اظبط دي عشان اجيب ال 9 فوق وال 25 تحت، اعمل ايه؟ لازم اغير الساين بتاعت الباور. طالما ده نيجاتيف 2، لو خليت ده بوزيتيف 2 يبقى انا هشقلب اللي جوه. يبقى نعمل كده عشان اوضحها الاول. يبقى انا عندي 3 اوفر 5 باور ان بلس 2 هتيكوال معايا 9 اوفر 25 باور كام؟ باور 2. طيب انا لسه ما ظبطتش، ما ظهرتش هنا ال 3 وما ظهرتش هنا الايه؟ ال 5. طب ال 9 بكام؟ 3 باور 2، يعني دي هتيكوال كده 3 باور 2 ديفايدد 5 باور 2، الكل ايه؟ الكل باور 2. طب انت عارف ان هنا باور 2 هنا باور 2، يبقى ممكن اضم دي كده في فراكشن واحد وعليهم باور 2، يعني هتيكوال كده 3 اوفر 5 باور 2. ده مين دول؟ ده الحته اللي جوه، وعندي اللي بره باور ايه؟ باور 2، يعني باور الباور، يعني هتيكوال معايا 3 اوفر 5 باور 4. ليه باور 4؟ 2 تايمز 2 از ايه؟ از 4. يبقى قدرت اوصل بالمساله ان البيز ايكوال البيز، وهي دي الاستراتيجي بتاعتك في الحل، لازم توصل بالطرفين ليهم نفس البيز. طيب استنتج من هنا ايه؟ سنس ان البيز ايكوال البيز، ان الباور ايكوال الباور، يعني ال n بلس 2 ايكوال كام؟ ايكوال 4. نودي دي هنا بنيجاتيف 2، يعني ال n ايكوال 4 ماينس 2 which is الايه؟ which is ال 2. نيجي المساله اللي بعد كده. طيب المساله اللي بعد كده انت شايف ايه؟ انت شايف اكسبوننت ايكوال اكسبوننت. طب هل البيز ايكوال البيز؟ لا، البيز مش زي البيز. طب غريبة جدا، ازاي البيز مش زي البيز وهعمل له ملتبليكيشن في نفسه عدد من المرات ويطلع زي التاني؟ طبعا مستحيل. يعني اعتبر الفاليو دي كلها مثلا ب 4، 3 باور 4 يعني 3 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3، والناحية التانية لو دي 4 تبقى 5 تايمز 5 تايمز 5 تايمز 5. ينفع يبقوا زي بعض؟ مستحيل ابدا. الحالة الوحيدة اللي يتساوى فيها اتنين اكسبوننت ببيز مختلف ان الباور يقوال ايه؟ زيرو. تمام؟ يبقى لما تلاقي بيز مختلف عن بيز وعليهم باور في النون، يبقى لازم تقول ان سنس ان البيز doesn't equal البيز، يبقى زين الباور يقوال ايه؟ يقوال زيرو. يبقى انا عندي هنا 3n
minus 6 equal 0 ده يروح هنا بالبوزيتيف ساين يبقى 3n equal 6 يبقى ال n equal 6 divided 3 which is ال a which is 2. نيجي اللي بعد كده 7 عليها باور equal 1 يعني ال 7 لما اعمل لها multiplications عدد من المرات يديني 1 ينفع؟ مستحيل لان اقل حاجه 7 باور 1 يديني 7 7 باور 2 49 يجي لي منين ال 1 لازم يكون الباور بزيرو يبقى انا عندي هنا على طول n تايمز n ماينس 3 ايكوال كام ايكوال 0 نرجع للدرس بقى الاخير اللي في يونت 1 عندي 2 فاكتورز ايكوال 0 يبقى ايذر ان ال n ايكوال 0 اور ال n ماينس 3 ايكوال 0 يعني ال n equal 0 or ال n equal كام equal 3 نيجي اللي بعديها انا عندي هنا 3 باور n بلس 2 equal n باور n بلس 2 انا شايف هنا ايه؟ انا شايف باور equal باور المسألة دي انا كنت شايف البيز ما بيساويش البيز يبقى على طول قلت ان الباور بي equal 0 طب هنا since ان الباور equal الباور يبقى زين حاجتين يا اما الباور ايكوال 0 اور البيز ايكوال البيز لكن هنا ما قدرتش اقول البيز ايكوال البيز عشان انا شايفهم قدام عيني مختلفين يبقى في المساله دي هيتحقق معايا الحلين يبقى هفترض ان الباور ايكوال 0 يبقى انا عندي n بلس 2 ايكوال 0 يعني ال n equal كام؟ negative 2 or ال n equal كام؟ equal 3 example 2 بيقول لي find the solution set of each of the following equations in R أول مسألة عندي نلاحظ إن ال left hand side becomes more complicated يعني زي ما أنت شايف مش جاي لك البيز عندك مش جاي لك صريح يبقى أنا لازم أعمل simplification الأول قبل ما أسويه بال right hand side يبقى انا لما اجي اعمل سمبليفيكيشن هنا اعمل ايه استغل الليسون اللي فات ال 18 عباره عن 2 تايمز 9 يبقى المساله هتبقى كده 2 باور n تايمز 9 باور ايه باور n ديفايدد 8 باور n تايمز 9 باور n 9 باور n تروح مع 9 باور n يبقى عندي 2 اوفر 8 اول اوفر باور n اللي هي ايكوال كده 2 اوفر 8 all over باور ايه باور n طالما عندي الباور زي بعض من حقي ايه اضمهم في براكت واحد طب اعمل سمبليفاي هنا هنا يديني 1 هنا يديني ايه يديني 4 ده معناه ان ال1 اوفر ال4 all over باور n هتيكوال معايا كام 16 طيب هل ممكن اخلي ال4 في النيوميريتور ممكن يعني ايه ممكن اقول ان ال4 باور نيجاتيف n هتيكوال معايا كام؟ هتيكوال معايا 16 شقلبت هنا 4 over 1 باور نيجاتيف ايه ان طب انا من خبرتي عارف ان ال 16 عبارة عن 4 باور 2 يبقى زين 4 باور نيجاتيف ان هتيكوال 4 باور كام؟ باور 2 قدرت اوصل بان البيز يكوال الايه؟ البيز زين الباور يكوال الباور يعني نيجاتيف الان يكوال 2 ده معناه ان الان يكوال نيجاتيف التو. يبقى السوليوشن سيت عندي هنا هتيكوال معايا نيجاتيف ايه نيجاتيف 2 نيجي المساله اللي بعد كده انا عندي 3 باور الابسولوت فاليو اوف الاكس ايكوال 81 انا عارف ان ال 81 بتيكوال 9 باور كام باور 2 وال9 عباره عن 3 باور 2 اوفر باور 2 يبقى هتديني 3 باور كام باور 4 يبقى هنا 3 باور الابسولوت فاليو للاكس هتيكوال 3 باور ايه باور 4 سينس ان البيز ايكوال البيز زين الباور ايكوال الباور يبقى عندي هنا زين الابسولوت فاليو للاكس هتيكوال معايا لكام ال4 طالما ابسولوت فاليو ايكوال 4 يبقى معنى كده ان الاكس عندي هتيكوال ايذر البوزيتيف فاليو اوف ال4 اور النيجاتيف فاليو اوف الايه اوف ال4 يبقى السوليوشن سيت هتيكوال معايا 4 ونيجاتيف الايه ونيجاتيف 4 لان انا لو جبت الابسولوت فاليو لنيجاتيف 4 هيديني ايه هيديني 4 نيجي المساله اللي بعد كده طبعا اول ما تشوف ميكسد نمبر لازم تخليه امبروبر على طول يبقى انا عندي هنا 3 اوفر 2
باور x squared minus x حت equal هنا 4 طبعا 2 times 4 is 8 plus 1 is 9. طيب ال 9 أنا من خبرتي عارف إن هي 3 باور 2 وال 4 عبارة عن 2 باور إيه؟ باور 2. يعني الكلام ده كله هيكوال معايا الإتش هيكوال معايا 3 over 2 باور كام؟ باور 2. أنا عندي الناحية التانية البيز زي البيز أهو، يبقى سينس البيز إيكوال البيز، يبقى زين الباور إيكوال الباور، يعني إكس سكويرد ماينس إكس إيكوال كام؟ إيكوال 2. رجعنا اليونت 1 حل لي الايكويشن دي بيونت 1 نودي دي هنا بالنيجاتيف يبقى انا عندي زين اكس سكويرد ماينس الاكس ماينس 2 ايكوال كام ايكوال 0 هيبقى اكس ماينس 2 اكس بلس مين ايكوال 0 يعني الاكس ماينس 2 ايكوال 0 اور الاكس بلس 1 ايكوال 0 يعني الاكس عندي ايكوال 2 اور الاكس ايكوال نيجاتيف ايه نيجاتيف 1 يبقى السوليوشن سيت هتيكوال معايا 2 ونيجاتيف اي ونيجاتيف 1. المساله اللي بعد كده دايما لما تلاقي ديسمال فراكشن على طول حطه لي في صوره ايه فراكشن او حاجه اوفر حاجه نيوميريتور اوفر دينومينيتور يبقى هيديني عندي هنا كده 1 اوفر اكس بلس 3 باور 2 ايكوال 1 اوفر ايه 1 اوفر ال 100 كومبيرنج بوث سايدز لما تيجي تبص للطرفين هتلاحظ ان الاكس بلس 3 باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 100. طيب هنا باور 2 انا عايز الاكس بلس 3 يبقى تيكينج ذا سكوير روت 4 بوث سايدز يبقى زين الاكس بلس 3 هتيكوال معايا بوزيتيف نيجاتيف روت الايه ال100 ليه بوزيتيف نيجاتيف عشان بحل الايكويشن يبقى معنى كده ان الاكس بلس 3 روت ال100 از 10 يبقى بوزيتيف نيجاتيف ايه 10 يبقى يا اما اكس بلس 3 هتيكوال 10 يا اما اكس بلس 3 هتيكوال نيجاتيف 10 اكس بلس 3 ايكوال 10 ودي هنا بالنيجاتيف يعني الاكس عندي هتيكوال 10 ماينس 3 از 7 وهنا دي تروح هناك بالنيجاتيف يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 10 ماينس 3 ايكوال نيجاتيف كام 13 يعني السوليوشن سيت عندي هت ايكوال ال7 ونيجاتيف ايه 13. تعالوا نشوف مع بعضينا اكسرسايز 11 بيقول لي find the value of n in each of the following where n belongs to z يعني ال n is an integer. طيب 5 power n equal 25 انا عارف ان 25 equal 5 power 2 يبقى هنا ال 5 power n equal 5 power a power 2 يبقى since ال base be equal ال base يبقى then ال power هي ايكوال معايا الايه الباور يبقى زين ال n ايكوال 2. طيب هنا 2 باور نيجاتيف n ايكوال 32 باور ايه 32 معروفه 2 باور 5 يبقى ال 2 باور نيجاتيف n ايكوال 2 باور ايه باور 5 نفس الكلام سينس ان البيز بتيكوال البيز يبقى زين الباور هت ايكوال الباور يبقى ده معناه ان النيجاتيف n equal 5 يعني ال n equal negative 5. اللي بعديها البيز عندي ب 2 يبقى خلي ال 32 البيز بتاعها ب 2 باور حاجه ال 32 عباره عن 2 باور 5 يبقى 2 باور n minus 1 هي ايكوال معايا 2 باور ايه باور 5 يبقى زين ال n minus 1 equal كام equal 5 النيجاتيف 1 نجيبها هنا بوزيتيف 1 يبقى ال n equal 5 plus 1 اللي هي هتيكوال معايا ايه؟ ال 6. المسألة اللي بعديها ال 81 معروفة. ال 81 عبارة عن 9 باور 2 وال 9 عبارة عن 3 باور ايه؟ باور 2 يبقى ال 81 كلها عبارة عن 3 باور ايه؟ باور 4 لازم تحفظوها. طيب يبقى 3 باور n minus 2 equal 3 باور كام؟ باور 4
since the base equal the base يبقى الباور equal الباور يبقى ال n minus 2 equal كام equal 4 نودي دي بوزيتيف 2 يبقى ال n equal ال 4 بلس 2 يعني ال n equal كام equal 6. المسألة اللي بعديها طيب 3 باور حاجة يديني 1 احنا عارفين ان اي انتجر باور 0 بي equal 1 يبقى هنا ال n minus 2 equal 0 يبقى ال n equal كام ال n equal 2. اللي بعديها 2 باور n minus 1 over 4 ال 4 عندي عبارة عن 2 باور 2 يبقى عندي 2 باور n minus 3 equal 1 over 2 باور ايه 2 باور 2. طيب ال 1 بعتبره 1 باور اي حاجة يعني ده هي equal معايا 1 باور 2 over 2 باور ايه باور 2 اللي هي 1 over 2 all over power 2. ممكن اعكس ده واخلي الباور هنا عندي بالايه بالنيجاتيف اللي هي هت equal 2 over 1 اللي هي 2 يبقى 2 باور كام نيجاتيف 2. يبقى سنس ان البيز equal البيز يبقى الباور هي equal ايه هي equal الباور دي جانب البوزيتيف يبقى ال n هي equal نيجاتيف 2 بلس 3 which is ال 1. Problem 7 3 باور n minus 2 equal 1 over 9 دي شكل المسألة اللي فاتت بالظبط ال 9 اللي هي 1 over 3 باور 2 يعني 3 باور n minus 2 بت equal 1 over 3 باور ايه باور 2 اللي هي هتديني 3 باور n minus 2 بت equal 3 باور كام باور نيجاتيف 2. البيز زي البيز يبقى الباور زي الباور يبقى انا عندي n minus 2 equal نيجاتيف ايه 2 دي تروح هنا بالبوزيتيف 2 يبقى ال n equal نيجاتيف 2 بلس 2 يعني ال n equal كام؟ equal 0. المسألة اللي بعديها هنا root 3 باور n minus 1 equal 9 لازم اخلي ال 9 root 3 باور حاجة. طب ال 9 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 باور كام؟ باور 2 وال 3 عبارة عن ايه؟ عبارة عن root 3 باور كام؟ باور 2 يبقى ال 9 كلها عبارة عن root 3 باور 4 يبقى هنا root 3 باور n minus 1 بيكوال معايا root 3 باور ايه باور 4 البيز ايكوال البيز يبقى الباور هي ايكوال الايه الباور تيجي هنا بوزيتيف 1 يبقى ال n ايكوال 4 بلس 1 which is الايه which is ال 5. اللي بعديها انا عندي 125 5 باور 3 وال 8 عباره عن 2 باور 3 يعني هنا ال 2 over ال 5 باور 2n minus 1 بي equal 2 باور 3 over 5 باور ايه باور 3 يبقى ده هيكوال معايا 2 over 5 all over باور كام باور 3 اصبح كل ده بيز يبقى البيز عندي هنا equal البيز عندي هنا يبقى الباور ده بي equal ايه بي equal باور ده يبقى then 2n minus 1 هيكوال معايا كام 3 نودي هنا بالبوزيتيف يبقى ال 2n equal 3 plus 1 يعني ال 2n equal ايه 4 يبقى ال n عندي equal ال 4 divided 2 which is ال ايه which is 2. نيجي اللي بعديها انا عندي 27 3 باور 3 ال 125 5 باور 3 يعني ال 3 over ال 5 all over n plus 2 هي ايكوال معايا 5 3 divided 3 زي المسألة اللي فاتت نضمهم في براكت واحد اللي هي 5 over 3 all over power كام 3. هل البيز زي البيز؟ لا البيز معكوس يبقى اعكس دي يا اما اعكس دي يبقى خلي الباور نيجاتيف يعني 3 over 5 باور n بلس 2 ده هي ايكوال معايا 3 over 5 باور كام باور نيجاتيف 3. عكست هنا يبقى لازم ايه اعكس الايه الساين بتاعت الباور. طيب انا عندي هنا البيز اصبح زي البيز يبقى زين على طول الباور بيكوال الباور تيجي هنا بنيجاتيف 2 يبقى ال n ايكوال نيجاتيف 3 ماينس 2 يبقى ال n ايكوال نيجاتيف كام نيجاتيف 5. نيجي المساله اللي بعديها طيب ميكسد تحوله على طول لامبروبر يبقى ده هيكوال معايا كام 2 تايمز 4 از 8 بلس 1 از 9 يبقى 9 اوفر الايه اوفر ال 4 ال 9 3 باور 2 وال 4 2 باور 2
يبقى عندي 2 over 3 باور n minus 4 ده بي equal 3 over 2 ونضم الباور على البراكت ده. طب هل البيز زي البيز؟ لا، في اختلاف، يبقى لازم اشقلب دي واخلي الباور نيجاتيف، يعني 2 over 3 باور n minus 4 هيقوال معايا 2 over 3، عكست هنا يبقى لازم اغير الباور، الساين بتاعها غيره، ايكوال نيجاتيف 2. البيز ايكوال البيز، يبقى الباور ايكوال الباور، يعني n minus 4 ايكوال نيجاتيف 2. نجيب دي هنا بالبوستيف ساين، يبقى ال n ايكوال نيجاتيف 2 بلس 4، يبقى ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 2. اللي بعديها نخلي الميكسد امبروبر، يبقى عندي 2 over 3 باور n بلس 5 هي ايكوال 3 تايمز ال 8 24، 24 بلس 3 27، يبقى 27 اوفر ال 8 اول اوفر باور كام؟ نيجاتيف 2. طيب انا عارف ان 27 عباره عن 3 باور 3 وال 8 عباره عن 2 باور 3، هنا اول اوفر باور كام؟ باور نيجاتيف 2. طب ده هيكوال ال 8، نخلي ال 3 اوفر 2 عليهم باور واحد بس اللي هو 3، يبقى كده 3 اوفر 2 باور كام؟ باور 3، وعندي بره باور نيجاتيف 2 باور الباور 3 تايمز النيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 6، يبقى هتيكوال معايا 3 اوفر 2 باور كام؟ باور نيجاتيف 6. هل البيز زي البيز؟ لا، مختلف. يبقى نشقلب الفراكشن ده ونغير الساين ده، يعني هتيكوال معايا 2 اوفر 3 باور كام؟ باور 6. قدرت توصل بالبيز زي البيز، يبقى الباور ايكوال كام؟ الباور، يعني ال n بلس ال 5 equal كام؟ equal 6. معنى كده ان ال n equal كام؟ 6 minus 5 which is ال 1. نيجي اللي بعد كده، هنا خرجنا بقى هنا من المسائل اللي فيها البيز equal الايه؟ البيز، ودخلنا على المسائل اللي فيها الباور equal الباور. طالما الباور equal الباور، يبقى البيز equal البيز or الباور equal 0. يبقى هنا sense ان الباور equal الباور، زين البيز ايكوال البيز اور الباور الزيرو. يبقى ده معناه هنا، هل البيز ايكوال البيز؟ لا، يبقى اكيد الباور از ايه؟ الزيرو. يبقى 2n ماينس 4 ايكوال 0، يعني 2n ايكوال دي هنا بالبوزيتيف ايكوال 4، يعني ال n ايكوال 4 ديفايدد 2 which is الايه؟ which is it 2. اللي بعديها هنا، طالما الباور زي الباور، يبقى البيز ايكوال البيز او الباور الزيرو. يبقى هنا نو سينس الباور ايكوال الباور، زين البيز ايكوال البيز اور الباور از ايه؟ الزيرو. لو البيز ايكوال البيز، يعني ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 3، اور الباور الزيرو، يعني ال n ماينس 4 ايكوال 0، اللي هي ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 4. بروبلم 15، 9 تايمز 3 باور n ماينس 4 ايكوال 1. المسألة أصبحت معقدة شوية، وجود ال 9 هيخليني ما أعرفش أقول إن الباور ده ايكوال 0. طب أعمل إيه؟ لازم اضم المجموعه دي كده في بيز واحد. طب انا عارف ان ال 9 عباره عن ايه؟ عباره عن 3 باور 2. يبقى 3 باور 2 تايمز 3 باور n ماينس 4 ايكوال كام؟ ايكوال 1. طب نرجع للليسون 1، عندي 2 بيز وعليهم باورز، يبقى اعمل ايه؟ اصام الباور مع بعضيهم، نعمل الباور ادنج. ده معناه ان 3 باور 2 بلس n ماينس 4 ايكوال كام؟ ايكوال 1. واحنا اتفقنا طالما اكسبوننت ايكوال 1 ده معناه ان الباور ايكوال 0، يبقى زين 2 بلس ال n ماينس 4 ايكوال 0، 2 ماينس 4 يبقى ماينس 2، يبقى n ماينس 2 ايكوال 0، ده معناها ان ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 2. نفس الكلام هنا، لازم اخليهم على بيز واحد اللي هو هنا هيبقى 2. تعالوا نشوف ال 4 باور n بلس 3 كده في الدرافت. انا عندي هنا 4 باور n بلس 3، هتصرف معاها ازاي؟ ال 4 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور 2،
وينزل معايا مين؟ ان بلس مين؟ ان بلس 3. طب باور الباور يعني ايه؟ يعني ده تايمز ده. ما تغلطش وتقول لي 2n بلس 3، الغلطه في الحته دي بتبقى في الجزئيه دي. تاخد بالك وانت بتعمل باور الباور لما يكون في نمبر وعندي هنا 2 تيرمز لازم احط براكت. يعني دي هتديني ايه؟ هتديني 2 باور 2 اوبن براكت n بلس مين؟ n بلس 3. يبقى انا عندي هنا ال2 دي عليها باور 1، هظهره بس عشان تاخدوا بالكم منه. هنا تايمز هنا 2 باور 2 n بلس مين؟ بلس 3 ايكوال 1 اوفر 32. اتفقنا ان ال 32 على طول تبقى انت عارفها. ال 32 عباره عن 2 باور 5. دي لازم نكون حافظين الحاجات دي. طيب هنا 2 باور كام؟ باور 5. طب انا عندي هنا هنا الليفت هاند سايد نيوميريتور، يبقى اطلع دي ايه؟ اطلع دي فوق. يبقى هتديني 2 باور عندي هنا 1 بلس 2 تايمز ان 2 ان بلس 2 تايمز سي اس 6. الكلام ده هيكوال كام؟ هيكوال 2 باور نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف ال 5. يبقى سنس البيز ايكوال البيز يبقى الباور ايكوال الباور. يبقى انا عندي هنا 1 بلس 6 ايكوال 7، يبقى 7 بلس 2n ايكوال نيجاتيف ال 5. يعني ده يروح هناك بالنيجاتيف 7 يبقى نيجاتيف 12، يبقى ال n هتيكوال معايا نيجاتيف 12 ديفايدد 2 ويتش از نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 6. نيجي اللي بعديها. انا شايف عندي 8 وشايف روت 2، لازم تبقى عارف ان ال 8 دي عباره عن 2 باور 3 وال 2 عباره عن روت ال 2 باور ايه؟ باور 2. طب انا عندي فوق 3 يبقى الكل باور كام؟ باور 3. يبقى ال 8 دي هتيكوال كام؟ هتيكوال روت ال 2 باور 2 تايمز 3 از ايه؟ از 6. ليه اخترت روت 2؟ عشان شايفه قدامي هنا اهو. يعني دي لو كانت 2 كنت هستكفي ب 2 باور 3. يبقى ال 8 نحولها لايه؟ نحولها لروت 2 باور 6 تايمز روت 2 باور n ماينس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 1. يعني روت 2 باور 6 بلس n ماينس 3 اللي هي 3 بلس ال n ايكوال كام؟ ايكوال 1. طالما اكسبوننت ايكوال 1 يبقى الباور عندي ايكوال 0 على طول. يبقى زين 3 بلس ال n ايكوال 0، يعني ال n ايكوال نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 3. نيجي اللي بعد كده 18. طب ال 27 انا عارف ان ال 27 عباره عن 3 باور 3، وال 3 دي عباره عن ايه؟ عباره عن روت 3 باور 2 وعندي 3 فوق، يبقى دي عباره عن روت 3 باور كام؟ باور 6. يبقى 1 اوفر روت 3 باور 6 وعندي هنا تايمز روت 3 باور n بلس 2 ايكوال 1. ده يديني روت 3. هنا دي تحت تطلع فوق بنيجاتيف 6، يبقى نيجاتيف 6 بلس ال n بلس 2. الكلام ده هيكوال 1. اكسبوننت ايكوال 1 يبقى الباور ب 0. نيجاتيف 6 بلس 2 ايكوال نيجاتيف 4. يبقى زين نيجاتيف 4 بلس ال n ايكوال 0. ده معناه ان ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 4. نيجي نشوف اكسرسايز 2. عايز السوليوشن سيت لايه؟ للايكويشنز ديت. طب انا عندي هنا ابص بعيني الاقي البيز مختلف عن البيز، بس شايف ان الباور زي الباور. طالما الباور زي الباور يبقى يا اما البيز ايكوال البيز يا اما الباور بزيرو. طب انا قلت لك ايه دلوقتي؟ يا اما البيز ايكوال البيز. طب انا عندي هنا البيز مش ايكوال البيز، يبقى لازم الايه؟ السكند اوبشن اللي هو ان الباور بزيرو. يبقى هنا سنس الباور بيكوال الباور، يبقى زين البيز بيكوال البيز اور الباور بيكوال زيرو. الكونديشن ده مش متحقق عندي، يبقى لازم يكون الباور هو اللي بزيرو. يبقى زين اكس سكويرد ماينس الفور ايكوال زيرو. رجعنا ليونت 1 فاكتورايزيشن ديفرنس بتوين تو سكويرز. يبقى انا عندي هنا اكس ماينس 2 اكس بلس 2 ايكوال زيرو. يبقى ايذر ان الاكس ماينس 2 ايكوال زيرو اور الاكس بلس 2 ايكوال زيرو. يعني الاكس عندي هت ايكوال 2 اور نيجاتيف 2. يبقى السوليوشن سيت هتيكوال معايا
2 كام؟ ونيجاتيف 2. اللي بعديها اكسبوننت ايكوال 1، يبقى على طول الباور بزيرو. يبقى انا عندي هنا اكس سكويرد ماينس 9 ايكوال 0، اكس ماينس 3 اكس بلس 3 ايكوال 0. لازم تكون قوي جدا في الفاكتورايزيشن. يبقى انا عندي هنا الاكس عندي ماينس 3 ايكوال 0 اور الاكس بلس 3 ايكوال 0، يعني الاكس ايكوال 3 اور الاكس ايكوال نيجاتيف 3. يبقى السوليوشن سيت هيكوال معايا 3 ونيجاتيف 3. هنا عندي هنا الفور، انا عارف ان الفور ايكوال 2 باور كام؟ باور 2. يبقى انا عندي هنا هيبقى عندي 2 باور اكس سكويرد ماينس الاكس ايكوال 2 باور كام؟ باور 2. طالما البيز ايكوال البيز يبقى الباور ايكوال الباور. يبقى انا عندي اكس سكويرد ماينس الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 2. نحل ايكويشن ليسون 8 في يونت 1. يبقى انا عندي هنا اكس سكويرد ماينس الاكس ماينس 2 ايكوال 0. جبت ده هنا بالنيجاتيف. طب دي سهله قوي، دي اكس ماينس 2 اكس بلس 1. ده ليسون 1 اول ليسون في الفاكتورايزيشن. ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى يا اما ده ايكوال 0 يا اما ده ايكوال 0. يبقى الاكس عندي ماينس 2 ايكوال 0 اور الاكس بلس 1 ايكوال 0، يعني الاكس ايكوال 2 اور الاكس ايكوال نيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت هتيكوال معايا 2 ونيجاتيف 1. بروبلم 4 5 تو ذا باور الابسولوت فاليو اوف اكس ايكوال 125. 125 دي بتيكوال 5 to the power ايه؟ power 3. يبقى انا عندي هنا 5 to the power absolute value of x هتيكوال معايا 5 power ايه؟ power 3. ده معناه ان ال absolute value of ال x equal كام؟ equal 3. طالما ال absolute value ب 3 يبقى ال x محتمل تكون negative 3 ومحتمل تكون 3. يبقى then ال x عندي هتيكوال 3 or negative 3. يعني solution set هت ايكوال 3 وكام؟ ونيجاتيف 3. بالنسبه لهنا ال 32 وعندي ال 8، ايه الكومن اللي ما بينهم؟ الكومن اللي ما بينهم البيس 2. ال 32 عباره عن 2 باور كام؟ باور 5. وال 8 عباره عن 2 باور 3. يبقى دي هت ايكوال معايا 2 باور 5 باور اكس ماينس ال 3. ده هيكوال 2 باور 3 times 2x plus 1. البيز ايكوال البيز، يبقى then 5 times x minus 3 هي ايكوال 3 times 2x plus 1 اللي هو هيديني الاتي. هنا هيبقى 5x minus 15 هي ايكوال 6x plus 3. يبقى انا عندي هنا 5x minus 15 minus 6x minus 3 equal 0. 5x minus 6x يبقى negative ال x، negative 15 و negative 3 يبقى negative 18 equal 0. يبقى ال x عندي هت equal كام؟ هت equal negative ال 18. يبقى solution set هت equal negative 18. اللي بعديها اشوف انا root 3 وعندي هنا 3، انا عارف ان 3 equal root 3 power 2. يبقى انا عندي root 3 باور 2 تايمز x ماينس 3، الكلام ده هيكوال root 3 باور x بلس 5. سينس ان البيز ايكوال البيز يبقى then 2 تايمز x ماينس 3 هتيكوال ال x بلس 5. طيب هنا 2 تايمز x 2x، 2 تايمز 3 is 6 ايكوال x بلس 5. نجيبهم في طرف لوحديهم، يبقى عندي 2x minus 6 minus x minus 5 equal 0. 2x minus x is x. negative 6 و negative 5 negative 11 equal 0. يبقى x equal كام؟ equal 11. ده معناه ان solution set هت equal معنا كام؟ 11. المسألة اللي بعديها نيجي problem 8. لما نيجي نبص المسألة تلاقي عندك هنا 3 وهنا 25. ال 25 دي انت ما تقدرش تتعامل معاها مع ال 3 لان دي 5 باور 2. 25 ايكوال 5 باور كام؟ باور 2. طب وال 9 ايكوال كام؟ 3 باور كام؟
باور 2. طب هنعمل ايه؟ بس ادي عندك حلين، انت ممكن تجيب دي تحت والاثنين تعمل عليهم باور اكس ماينس 1، والحل الثاني ان انا اجيب ال 9 هنا وال 25 هنا واشتغل عليها. تعال نشوف الحلين مع بعض. يعني اول حل هنعمل الاتي، اجيب ال 9 مع ال 25 تنزل تحت، يبقى 25 ديفايدد ال 9 هي ايكوال كام؟ واجيب دي تحت، يبقى انا عندي هنا 5 باور اكس ماينس 1 ديفايدد 3 باور اكس ماينس ايه 1. من حق اضم ال 2 باورز دول على براكت واحد. طب ال 25 5 باور 2، ال 9 3 باور 2، الكلام ده هيكوال معايا 5 اوفر 3 باور اكس ماينس مين 1. طب البيز ده نفس الكلام 5 باور 3 باور 2 هيكوال معايا 5 اوفر 3 باور اكس ماينس 1. قدرت اخلي البيز زي البيز، يبقى واضح ان الاكس ماينس 1 ايكوال 2، ده معناها ان الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 3. يبقى السوليوشن سيت ايكوال كام؟ ايكوال 3. طب الناحيه ايه الحل الثاني اللي ممكن اعمله؟ الحل الثاني ان انا اجيب ال 9 هنا وال 25 هنا، يعني هقول 3 باور اكس ماينس 1 ديفايدد مين؟ ديفايدد ال 9. ال 9 اللي هي ايه؟ ال 9 اللي هي 3 باور 2. الكلام ده هيكوال كام؟ الكلام ده هيكوال 5 باور اكس ماينس 1 ديفايدد مين؟ ديفايدد 5 باور كام؟ باور 2. نخلي هنا وهنا على بيز واحد، يبقى هنا 3 باور اكس ماينس 1 ماينس 2 عشان دي تحت، هيكوال معايا 5 باور كام؟ اكس ماينس 1 ماينس 2. انا شايف اكسبوننت ايكوال اكسبوننت والاثنين ليهم بيز مختلف. طب دي معناها ايه؟ لازم يكون الباور بكام؟ الباور بزيرو. يبقى معنى كده ان الاكس ماينس 1 ماينس 2 ايكوال كام؟ زيرو. يعني الاكس ماينس 3 ايكوال زيرو، يعني الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 3. نفس الحل اللي جالك فين؟ جالك هنا. يعني في مسائل ممكن تمشي فيها باكتر من الحل حسب ما الحل يجي في دماغك، المهم يكون ماشي صح. في بروبلم 7 احنا نسيناها هنا. هنا 3 باور n ماينس 1 و 2 باور 1 ماينس ال n. انا عندي ال 8 وعندي 27. خد بالك ان ال 1 ماينس ال n دي بتيكوال ايه؟ دي بتيكوال ماينس n ماينس 1. يعني لما اقول لك 2 باور 1 ماينس ال n دي هتيكوال 1 باور 2 هنا نيجاتيف 1 ماينس ال n اللي هي 1 اوفر 2 باور n ماينس 1. يبقى ممكن اقول ان الليفت هاند سايد هيساوي معايا الاتي، هنا 3 باور n ماينس 1 وده ينزل لي تحت 2 باور n ماينس مين 1. طب هنا هيكوال ايه؟ 27 عباره عن 3 باور 3 وال8 عباره عن 2 باور 2، ده اللي هو هيديني الاتي. هنا هيبقى 3 ديفايدد 2 باور كام؟ باور n ماينس 1 هيكوال معايا 3 اوفر 2 باور كام؟ باور 3. يبقى انا قدرت اقول ان البيز ايكوال البيز، وبالتالي الباور ايكوال الباور، يعني الان ماينس 1 ايكوال 3، يعني الان ايكوال كام؟ ايكوال 4. وبالتالي السوليوشن سيت هتيكوال عندي الايه؟ هتيكوال عندي ال 4. اكسرسايز 3 فايند ذا فاليو اوف ان ايتش اوف ذا فولوينج. عندي ايكويشن ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. طبعا لازم الليفت هاند سايد ابتدي اعمل له سمبليفيكيشن عشان اقدر اعمل له ايكواليتي مع الرايت هاند سايد. ازاي اتعامل مع المنظر ده؟ ال 18 عباره عن ايه؟ 2 تايمز 9. نمسك الليفت هاند سايد، يبقى عندي هنا 2 باور n تايمز، انا عندي 9 باور n بلس 1 يعني اكنها 9 باور n، الكلام ده تايمز 9 باور ايه؟ باور 1. يعني فكيت ال 9 باور n بلس 1 ل 9 باور n تايمز 9 باور 1، وعندي في الدينومينيتور ال 18 تبقى 2 تايمز ال 9 وعليهم باور n وايه؟ n و n. الكلام ده بيكوال كام؟ 3 باور مين؟ باور n. بعد الفكه دي اقدر اعمل سمبليفيكيشن، ده يروح مع ده وده يروح مع مين؟ مع ده. تنهي معايا المساله على ايه؟ يبقى معايا في الليفت هاند سايد ال 9. طب ال 9 عباره عن ايه؟ عباره عن 3 باور 2 هتيكوال معايا 3 باور n. يبقى طالما البيز ايكوال البيز يبقى ال n ايكوال كام؟ 2. يبقى زين ال n ايكوال 2. بروبلم 2 نيجي نبص بقى نلاقي ال 18، ال 18 ده 2 تايمز 9، خلاص ال 9 هتروح مع ال 9، هيبقى 2 باور n تحت.
فوق عندي 8، ال 8 دي نعمل ايه؟ نخلي البيز بتاعها 2، يبقى هنمسك الليفت هاند سايد يبقى كده ال 8 عباره عن 2 باور كام؟ باور 3، وعندي الكل باور ان يبقى باور 3 ان تايمز 9 باور مين؟ باور ان، تحت 2 تايمز ال 9 باور ان و ان. الكلام ده هيكوال ال 64. ال 64 لازم تبقى عارف ان هي 2 باور 6 على طول، تحفظها. يبقى هنا يديني 2 باور كام؟ باور 6. دي هتتكنسل مع دي. طب هنا يبقى عندي 2 باور 3n ماينس ال n، لان دي عندي في الدينومينيتور، يبقى ده ماينس ده. الكلام ده هيكوال 2 باور كام؟ باور 6. سينس البيز ايكوال البيز، يبقى زين 3n ماينس n يديني 2n، يبقى 2n ايكوال ال 6، يبقى ال n equal 6 divided 2 which is الـ A الـ 3. اللي بعديها انا عندي هنا 6، الـ 6 على طول 2 times الـ A 2 times الـ 3. طب خد بالك انت عندك الـ right hand side هنا فيه 6، يعني لازم اخلي هنا الـ base 6. يبقى اخلي احتفظ بالـ 6 دي. طب بص الـ 2 والـ 3 عليهم نفس الباور، ده يغريك ان انت تضم الاثنين بيز دول في بيز واحد وعليهم الباور n minus 1. يبقى انا الليفت هاند سايد المره دي انا مش هفك ال 6، لا ده انا هكومباين ال 3 وال 6. يعني الليفت هاند سايد هيكوال ايه عندي؟ هيكوال معايا الاتي، هسيب اللي فوق زي ما هي 6 باور 2 ان ماينس 3، طب تحت 2 تايمز 3 ال 6، ونضم عليها الباور ان ماينس مين؟ ان ماينس 1. ده هيكوال معايا كام؟ هيكوال 6. طيب يبقى دي هتكوال معايا ايه؟ يبقى هنا ال 6 باور 2 ان ماينس 3 ماينس، هحط ان ماينس 1 ده 2 تيرمز، يبقى افتح براكت ان ماينس 1. الكلام ده هيكوال كام؟ هيكوال 6 باور باور 1. يبقى سنس البيز ايكوال البيز، يبقى الباور ايكوال الباور، يبقى زين 2 ان ماينس 3 ماينس الان بلس ال 1 ايكوال كام؟ ايكوال 1. طب 2 ان ماينس ان يديني ان، نيجاتيف 3 بلس 1 نيجاتيف 2 ايكوال كام؟ ايكوال 1. دي تروح هنا بالبوزيتيف 2، يبقى ال n ايكوال كام؟ n ايكوال 3. اللي بعديها نفس الكلام، تلاحظ ايه؟ الاحظ هنا ال 2 وال 3 عليهم نفس الباور، يبقى اضم الاثنين دول، يبقى الليفت هاند سايد هيكوال معايا الاتي، هنا 12 باور n ماينس 1، وهنا ال 6 باور n ماينس مين؟ ماينس 1. طيب الكلام ده هيكوال 1. طب عندي الباور والباور نفس الباور، يبقى ممكن الاثنين دول اسحبهم تحت براكت واحد، يعني ايه؟ ده هيكوال معايا كده 12 ديفايدد 6 باور كام؟ باور ان ماينس 1. لان اما ارجع من الخطوه دي للخطوه دي انا هوزع ده هنا وهوزعه ايه؟ وهوزعه هنا. طب هي جايه لي هنا متوزعه، يبقى ممكن ارجع خطوه لورا اللي هو ايه؟ قبل الاكسبانشن اكومباين الايه؟ التو باورز دول في باور واحد. طب الكلام ده هيكوال كام؟ الكلام ده هيكوال 1. 12 divided 6 is 2، يبقى زين 2 باور n minus 1 equal كام؟ equal 1. طيب طالما equal 1 يبقى لازم الباور ب 0، يبقى عندي هنا ال n minus 1 هيكوال كام؟ 0، يعني ال n equal كام؟ ال n equal 1. اللي بعديها problem 5 3 باور n times 8 باور n divided 12 n plus 1. طب انا شايف نفس الباورز نضمهم، نمسك الليفت هاند سايد نشتغل عليه 3 تايمز ال n 24 24 باور n ديفايدد كام؟ 12 باور n بلس 1. ده هيكوال معايا ال h 2 باور n تايمز 12 باور n، هيبقى ديفايدد كام؟ 12 باور n بلس 1. اوكي ده معناه اللي هو هيكوال معايا 2 باور n الكلام ده تايمز 12 باور n ماينس ال n ماينس ال 1. انما عملت ماينس الاثنين دول وزعت الماينس هنا وهنا، الكلام ده هيكوال الاتي، انا عندي هنا ال n تروح مع ال n، n وماينس n راحوا مع بعض، يبقى معايا ايه؟ 2 باور n تايمز 12 باور نيجاتيف 1. اوكي 12 باور نيجاتيف 1 اللي هي 2 باور n ديفايدد الايه؟ 12. يبقى 2 باور n divided 12 equal 1 over كام؟ 3. ده تحت يروح هنا ايه؟ فوق. يبقى زين 2 باور n equal 12 divided 3، يعني 2 باور n equal 4
يبقى 2 باور ان ايكوال 2 باور 2، يبقى ال ان ايكوال كام؟ ال ان ايكوال 2. المسألة اللي بعديها عندي هنا، الاقي هنا 4 وعليها باور 2 ان، وعندي هنا 4 تحت، خلاص ممكن دول يشتغلوا مع بعض. عندي هنا روت 3 وعندي هنا 9، يا اما تخلي الروت 3 9 يا اما تخلي هنا ال 9 روت 3. انا عندي هنا روت 3 باور 4 ضرب 9 على طول، يعني خد بالك هنا ال 9 بتيكوال 3 باور 2، وال 3 دي عباره عن روت 3 باور 2 وعليها بره 2، يبقى ال 9 على طول بروت 3 باور كام؟ باور 4. تمام؟ طب دي 9 باور n، يبقى دي زيها بالظبط، يبقى دي كده على طول راحت مع مين؟ مع دي كده، يبقى معايا 4 باور 2n ماينس ال n ايكوال 1 اوفر كام؟ اوفر 16. طب 4 باور 2n ماينس n يعني 4 باور n ايكوال كام؟ 1 اوفر 4 باور 2، طلع لي ده فوق ب 4 ماينس 2. يبقى ال 4 باور n ايكوال 4 باور نيجاتيف 2، سينس البيز ايكوال البيز زين ال n ايكوال نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 2. بروبلم 7، نبدا بالليفت هاند سايد نعمله سمبليفيكيشن. في طرق كتير ان نمشي في المساله، يعني مثلا انا عندي هنا 4 باور n ماينس 1، ممكن اقسمها 4 باور n و 4 باور ماينس 1، وعندي هنا ال 2 باور n بلس 3، ممكن اقسمها 2 باور n و 2 باور 3، واخد ال 4 باور n وال 2 باور n اضمهم على بيز واحد وطيرهم مع مين؟ مع الايت اللي تحت. ده سوليوشن. ايه السوليوشن التاني؟ ممكن احولهم كلهم باور لبيز 2. تعالوا مع بعضينا نجرب الحلين دول، يعني مثلا ممكن اخليها كده، اقول 4 باور n تايمز 4 باور ماينس 1، ده الحته ديت الكلام ده تايمز 2 باور n الكلام ده تايمز 2 باور 3. طب وتحت هيبقى عندي 8 باور n، هيديني ايه الكلام ده؟ ممكن اضم ال 2 باور n مع ال 4 باور n يدوني 8 باور n، الكلام ده هيبقى تايمز 4 باور ماينس 1 تايمز 2 باور 3، وتحت عندي ال 8 باور n، تروح ال 8 باور n مع ال 8 باور n، يبقى معايا ايه؟ يبقى معايا باور 3 تايمز 4 باور ماينس 1، 8 باور 3 اللي هي 8، وعندي 4 باور ماينس 1 اللي هي 4 تحت، اللي هو يديني كام؟ اللي هو يديني 2. يبقى الليفت هاند سايد عندي بي ايكوال 2، يبقى ال 2 هتيكوال معايا 2 ان باور ايه؟ باور 2، ال 2 تروح مع ال 2، يبقى ال ان سكوير ايكوال 1، يبقى ال ان عندي ايكوال بلس ماينس ايه؟ بلس ماينس 1. طيب هل في حل تاني؟ اه في حل تاني، في حل ان انا اخليهم كلهم بيز 2، يعني امسك الليفت هاند سايد اخليه كده. ال 4 عبارة عن 2 باور 2، خد بالك عندي هنا 2 terms، يبقى عندي هنا n minus 1، عندي كام ده هيبقى times 2 باور n plus 3، وال 8 عبارة عن 2 باور 3n اللي هي هتيكوال معانا 2 باور 2n minus 2، الكلام ده plus n plus 3 minus 3n، 2n و n و minus 3n يروحوا مع بعض، وعندي هنا 2 باور نيجاتيف 2 بلس 3 يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى الليفت هاند سايد برضك ب 2، اساويها بال 2 باور ان سكويرد واشوف الايه؟ ال ان ايكوال كام. يبقى انا بمشي في المساله حسب ما المساله ايه تمشيني، بس اكون ماشي ايه؟ بس اكون ماشي مظبوط. المساله اللي بعديها نمسك الليفت هاند سايد، ال 14 نخليها 2 باور 2 ان تايمز 7 باور 2 ان، الكلام ده تايمز ال 4 نخليها 2 باور 2 n بلس 2، خلاص بقى انا طلعت ال 2 فوق وعملت لها ملتيبليكيشن في الايه؟ في ال 2 ترمز دول. عندي تحت ال 4 دي عباره عن 2 باور 2 تايمز 7 باور n تايمز ال 16 عباره عن 2 باور 4، يبقى 2 باور 4 ايه؟ 4 n، اللي هتيكوال معانا 2 باور 2 n هنا بلس 2 n بلس 2، وتحت ماينس 2 اللي هي دي ماينس 4n، الكلام ده تايمز ال 7، هيبقى عندي 2n ماينس n 7 باور ايه؟ باور n، اللي هي هتيكوال معايا الاتي 2n بلس 2n 4n، تروح مع ال 4n دي وال 2 تروح مع النيجاتيف 2، يبقى 2 باور 0 which is 1، يبقى هيديني 7 باور ايه؟ باور n. يبقى الليفت هاند سايد 7 باور n، يبقى 7 باور n ايكوال كام؟ 49، وال 49 7 باور 2، يعني 7 باور n ايكوال 7 باور 2 زين ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 2. المساله اللي بعديها بيقول لي اديني السوليوشن سيت للايه؟ لايتش اوف ذا فولوينج.
اكس ماينس 4 باور 5. احنا اتفقنا ان ال 32 عباره عن 2 باور 5 تبقى حافظها، وال 64 عباره عن 2 باور 6، الحاجات دي مشهوره. طيب يبقى انا عندي هقول هنا ان الاكس ماينس 4 باور 5 هتيكوال 2 باور ايه؟ باور 5. سنس ان الباور ايكوال الباور يبقى البيز عندي هيكوال الايه؟ البيز. يبقى عندي هنا زين الاكس ماينس 4 ايكوال 2، نودي دي بالبوزيتيف 4 يعني الاكس ايكوال 2 بلس 4 ويتش از الايه؟ ال 6. يعني السوليوشن سيت عندي هيكوال كام؟ هيكوال ال 6. طيب هنا انا عندي هنا الرايت هاند سايد ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كده 1 اوفر 10 باور 4. يبقى معنى كده ان الاكس بلس 9 باور 4 ايكوال 10 باور 4. يبقى انا عندي هنا الاكس بلس 9 باور 4 ايكوال كام؟ 10 باور ايه؟ باور 4. سنس ان الباور ايكوال الباور يبقى البيز ايكوال البيز، بس خد بالك الباور هنا عندك ايفن، الباور عندي هنا كان اود، عشان كده قلت على طول ده بيكوال ده. يبقى ده معناه هنا ان الاكس بلس 9 هتيكوال بوزيتيف نيجاتيف 10. يبقى يا اما الاكس بلس 9 equal 10 يا اما الاكس بلس 9 equal نيجاتيف 10. اكس بلس 9 equal 10 يبقى الاكس هنا عندي equal 1، او الناحيه الثانيه هنا الاكس هت equal نيجاتيف كام؟ 19. يبقى السوليوشن سيت هت equal معايا 1 ونيجاتيف 19. المساله اللي بعد كده اكس سكويرد ماينس اكس باور 5 equal 32. اتفقنا ان ال 32 عبارة عن 2 باور 5، الباور عندي هنا اود، يبقى ده هيكوال ده على طول. يبقى الاكس سكويرد ماينس الاكس ايكوال 2، تيجي هنا بالنيجاتيف 2، يبقى الاكس سكويرد ماينس اكس ماينس 2 ايكوال 0. فاكتورايزيشن اكس ماينس 2 اكس بلس 1، يعني الاكس ماينس 2 ايكوال 0، او الاكس بلس 1 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. يعني الاكس عندي هت ايكوال 2 اور الاكس هت ايكوال النيجاتيف 1، وبالتالي السوليوشن سيت هيكوال معايا 2 ونيجاتيف 1. بروبلم 4 شايف اكسبوننت ايكوال 1، افهم من كده ايه؟ ان الباور على طول ايكوال 0. طالما الباور 0 يبقى الاكس سكويرد ماينس اكس ايكوال كام؟ ايكوال 0. ناخد اكس از ا كومون، يبقى الاكس تايمز اكس ماينس 1 ايكوال 0، يعني الاكس ايكوال 0 اور الاكس ماينس 1 ايكوال 0، يعني الاكس ايكوال 0 اور الاكس ايكوال 1. يبقى السوليوشن سيت هيكوال معايا 0 وايه؟ و1. اسال لي بعد كده. انا شايف بعيني ديسمال فراكشن، طالما شايف ديسمال فراكشن احوله لاوردينري فراكشن او بروبر فراكشن، بس لازم الدينومينيتور يبقى 10 اور 100 او 1000 او 10000. هنا هيبقى 10000 علشان الديسمال بوينت افتر فور ديسمال بليسز. يبقى عندي ال5 باور اكس سكويرد ماينس ال5x هتيكوال معايا 16 اوفر ال 10000. طب انا كده استفدت ايه؟ طب انا عارف ان ال16 هتيكوال معايا 2 باور 4، وال10000 هتيكوال معايا 10 باور ايه؟ باور 4. طالما شايف الباور زي الباور يبقى على طول اضم البيزز على وضعهم، يعني انا عندي هنا هيبقى البيزز عباره عن ديفيجن، يبقى اضمهم وعليهم نفس الباور اس باور 4، يعني دي هتيكوال معايا كده 2 باور 4 وهنا 10 باور 4 اللي هي هتيكوال 2 ديفايدد 10 الكل باور ايه؟ 4. ده يديني 1، ده يديني ايه؟ 5. عندي 5 تحت اطلعها فوق ازاي؟ يبقى نخلي الباور نيجاتيف، يبقى هنا 5 باور نيجاتيف الايه؟ 4. قدرت اوصل بالبيز زي الايه؟ البيز، يبقى الباور زي الباور، يعني اكس سكويرد ماينس ال 5x ايكوال نيجاتيف 4، هات لي دي هنا بالبوزيتيف 4، يبقى اكس سكويرد ماينس 5x بلس ال 4 ايكوال 0، اي تايمز اي اديني 4 والسم نيجاتيف 5، يبقى اكس ماينس 1 اكس ماينس ال 4 ايكوال 0، يعني الاكس عندي هت ايكوال 1 اور الاكس عندي هت ايكوال ال 4. يبقى السوليوشن سيت هت ايكوال معانا 1 و ايه؟ 1 و 4. نيجي اللي بعديها ال 25. عندي انا عارف ان هي 5 باور 2،
يبقى انا عندي هنا ال 5 باور اكس سكويرد هتيكوال معايا ال 5 باور 2 اكس بلس ال 8. طلعت ال 2 وعملت لها ملتيبيكيشن في الاكس وملتيبيكيشن في ال 4. طب البيز ايكوال البيز، ده معناه ان الاكس سكويرد هتيكوال ال 2 اكس بلس ال 8. اجيبهم كلهم في الليفت هاند سايد، يبقى الاكس سكويرد ماينس 2 اكس ماينس 8 ايكوال 0. يبقى الاكس ماينس ال 4 تايمز الاكس بلس 2 ايكوال 0. يبقى الاكس عندي ماينس ال 4 ايكوال 0 اور الاكس بلس 2 ايكوال 0. يعني الاكس عندي هتيكوال 4 اور الاكس ايكوال نيجاتيف 2. يبقى السوليوشن سيت هتيكوال معايا نيجاتيف 2 اند ايه؟ اند 4. نيجي المساله اللي بعد كده. ال 9 عباره عن 3 باور 2، 27 3 باور 3 بس 27 تحت، يبقى طلعها فوق 27 باور نيجاتيف اكس. يبقى هنا ال 9 باور اكس سكويرد ماينس 1 هتيكوال 27 باور نيجاتيف اكس. ال 9 عباره عن ايه؟ عباره عن 3 باور 2، يبقى 2 اكس سكويرد ماينس 2. دخلت 2 هنا وهنا هتيكوال 3 باور نيجاتيف 3 اكس. يبقى ال 2 اكس سكويرد ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 3 اكس. نودي دي هنا بالبوزيتيف 3 اكس. يبقى ال 2 اكس سكويرد بلس 3 اكس ماينس 2 ايكوال 0. سيزر ليه؟ عشان عندي هنا الكوفيشنت بتاع الاكس سكوير نوت ايكوال تو 1. يبقى عندي هنا ال 2 اكس وايه؟ واكس. ايه تايمز ايه يديني 2، والدياجونالز الديفرنس بينهم يديني 3. واضح ان انا احط هنا ال 2 واحط هنا ال 1، نخلي الدياجونال ده بوزيتيف وده نيجاتيف، يبقى ده فاكتور وده انذر فاكتور. يبقى عندي هنا ال 2 اكس ماينس 1 تايمز الاكس بلس 2 ايكوال 0. يعني ال 2x ماينس 1 ايكوال 0 اور الاكس بلس 2 ايكوال 0. يبقى هنا الاكس ايكوال 1 اوفر 2 وهنا الاكس ايكوال نيجاتيف 2. يبقى السوليوشن سيت هتيكوال معايا نيجاتيف 2 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر 2. المساله اللي بعد كده اديني ايكويشن وعايز الفاليو اوف اكس، ناخد الليفت هاند سايد نتعامل معاه. طيب نيجي نبص نلاحظ ايه؟ تلاحظ هنا في 2n، تلاحظ هنا في 2n، الباور زي الباور. اول ما تشوف الباور زي الباور اتعامل مع البيزز على وضعها. يعني البيز عندي هنا والبيز عندي هنا معمول لهم ملتيبيكيشن. يبقى الليفت هاند سايد هيكوال معايا الاتش هنا، يبقى 12 باور 2 ايه؟ 2n. قدرت اضم ال 2 بيزز على بيز واحد. طب تحت هعمل ايه؟ انا شايف هنا 2n، طب وهنا 2n بس مربوطه مع ال 4. يبقى نفك الايه؟ الباور ده. يبقى هنا يديني 4 باور 2n تايمز 3 باور 2n تايمز 3 باور 4. استفدت ايه؟ استفدت ان انا حررت ال 3 باور 2n عشان اقدر اضمها مع ال 4 باور 2n، والاثنين دول يدوني 12 باور 2n. يبقى هتيكوال معايا هنا 12 باور 2n ديفايدد 12 باور 2n الكلام ده تايمز 3 باور ايه؟ باور 4. ده يروح مع ده، يبقى هتيكوال معايا 1 اوفر 3 باور 4. طلع لي ده فوق، يبقى هتيكوال 3 باور نيجاتيف الايه؟ 4. يبقى الليفت هاند سايد 3 باور نيجاتيف 4. يبقى 3 باور نيجاتيف 4 هتيكوال معايا 9 باور نيجاتيف اكس. ال 9 عباره عن 3 باور 2. يبقى 3 باور نيجاتيف 4 هتيكوال معايا 3 باور نيجاتيف 2 اكس. بيز ايكوال بيز، يبقى نيجاتيف 4 بتيكوال نيجاتيف 2 اكس. يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 4 ديفايدد نيجاتيف 2 ويتش از ال 2. بروبلم 6، عايز الفالي اوف واي. نمسك الليفت هاند سايد نعمل له سمبليفيكيشن. طب الاتش 1 دي عباره عن ايه؟ الاتش 1 عباره عن 9 تايمز 9، وال 9 دي عباره عن 3 باور 2، وال 9 دي عباره عن 3 باور 2، يبقى كلها عباره عن 3 باور ايه؟ باور 4. يبقى 3 باور 4 اكس، الكلام ده تايمز 4 باور مين؟ باور اكس ديفايدد. هنا عندي ال 6، ال 6 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور 2x تايمز 3 باور 2x. عندي هنا تايمز 3 باور 2x. نلاحظ ان انا عندي 3 باور 2x و 3 باور 2x الاثنين 3 باور 4x، يبقى دول راحوا مع مين؟ مع 3 باور 4x. يبقى ده هيكوال معايا 4 باور x ديفايدد 2 باور 2x. طيب ال 4 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور 2. يبقى 2 باور 2x ديفايدد 2 باور 2x which is الايه؟ ال 1. يبقى الليفت هاند سايد ده كله ب 1، وبالتالي ال 1 عندي هيكوال 3 باور واي ماينس 1. اتفقنا طالما اكسبوننت ايكوال 1 يبقى على طول الباور عندي ايكوال 0.
يبقى ال y minus 1 equal 0 يجي هنا بالبوزيتيف 1 يبقى ال y عندي هت equal ايه؟ هت equal 1. نيجي اللي بعديها. نيجي لبروبلم 7. انا شايف 2 root 2 وشايف 3 root 3. طيب اعمل ايه في المجموعة بتاعت root 2 ديت؟ ال root 2 عبارة عن 2 power 1 over 2. يعني تعالى ناخد المجموعة كده لوحدها. لما اقول لك 2 root ال 2 الكلام ده باور مين؟ باور 2x. ال 2x هتنزل لك على ال 2 وتنزل لك باور على ال root 2. يعني هتيكوال معايا الاتي 2 باور 2x. الكلام ده تايمز. تايمز مين؟ root 2 باور 2x. طب دي كده خلصان. طب هنا الروت 2 ده عباره عن مين؟ عباره عن 2 باور 1 اوفر 2 وعليه 2x. 2 تروح مع ال 2 يبقى هتيكوال معايا 2 باور ايه؟ باور x. يبقى المنظر ده عندي اعمل له سمبليفيكيشن ازاي؟ يبقى 2 باور 2x تايمز 2 باور x. يعني هنا الليفت هاند سايد هيكوال 27 عبارة عن 3 باور 3 يبقى عندي هنا 3x minus 3. ال 8 2 باور 3 يبقى تايمز 2 باور مين؟ باور 3x. جميل. طب هنا ال 2 اتفقنا هينزل عليها باور 2x تايمز الروت 2 لما ينزل عليها باور 2x تتحول ل 2 باور x. الكلام ده تايمز. نفس الكلام هيبقى 3 باور 2x الكلام ده تايمز 3 باور x. طب نيجي نبص بقى هنا عندي 2 عليها 2x بلس x 3x يبقى دي ودي راحوا مع مين؟ راحوا مع دي. طيب هنا 3 باور 2x و x يبقى 3 باور 3x يبقى هيديني هنا 3 باور 3x ماينس 3 اللي فوق ماينس 3x من تحت دي تروح مع دي يبقى الليفت هاند سايد هيساوي معايا 3 باور نيجاتيف 3. جميل. ده هيكوال معايا ايه؟ الرايت هاند سايد اللي هو 3 باور اكس. البيز ايكوال البيز يبقى على طول زين الاكس ايكوال نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 3. نيجي المساله اللي بعديها. نيجي نشوف الليفت هاند سايد. الليفت هاند سايد هيكوال ايه؟ الليفت هاند سايد هيكوال 7 باور اكس مفيش فيها اي شغل. وعندي هنا 6 باور اكس. خد بالك وهنا باور اكس اكس واكس واكس ضم ده كله على وضعه. يعني ايه؟ يعني قول لي كده 7 تايمز ال 6 ديفايدد ال 14 والكل باور ايه؟ باور اكس. طب ده يديني 1 ده يديني 2 ده يديني 1 ده يديني 3 يبقى هتيكوال معايا 3 باور كام؟ باور اكس. اوكي يبقى ال 3 باور اكس هتيكوال معايا 3 باور 2 ماينس واي. البيز ايكوال البيز يبقى الباور ايكوال الباور. هات لي دي بالبوزيتيف ساين يبقى الاكس بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 2. هو ده المطلوب هو عايز اكس بلس واي. بروبلم 9 بيقول لي روت 3 اوفر 2 باور اكس ايكوال 4 اوفر 9. عايز الفاليو بتاعت الايه؟ الكوانتيتي دي. يبقى كانه بيقول لي هات الفاليو بتاعت الاكس وبعد كده اعمل سبستيوشن هنا. طيب لما تيجي تبص هنا على الليفت هاند سايد تلاحظ ان في عندي 2 تلاحظ ان في 3. ال 3 ليها علاقه بال 9 وال 2 ليها علاقه بال 4. طيب احنا اتفقنا ان الروت ده بيكوال معايا باور 1 اوفر 2. يعني دي اكنها 3 اوفر 2 باور 1 اوفر ايه 2 وعندي اكس جنبها. ده هيكوال كام؟ هيكوال 4 اوفر 9. ال 4 اللي هي 2 باور 2 وال9 عباره عن 3 باور 2. يعني ده هيكوال معايا 2 اوفر 3 الكل باور كام؟ باور 2. نلاحظ ان الفراكشن ده عباره عن الريسبروكال بتاع ده. يبقى نعمل فليبنج للفراكشن ده ونخلي الباور عندي بالنيجاتيف. يعني 3 اوفر 2 باور 1 اوفر 2 اكس ده هيكوال معانا 3 اوفر 2 باور نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 2. قدرت اوصل بالبيز تبقى زي البيز وبالتالي الباور هيكوال الباور. يبقى 1 over 2x هيكوال نيجاتيف 2 ده يروح هناك يبقى 2 فوق يبقى الاكس عندي هتيكوال نيجاتيف 2 تايمز 2 which is نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 4. نيجي نعمل سبستيوشن في الترم ده يبقى زين 3 over 2 باور نيجاتيف 4 بلس ال 1
هتيكوال معايا 3 اوفر 2 باور نيجاتيف 3 اللي هي هتيكوال 2 اوفر 3 باور 3 اللي هي 8 اوفر 27. السؤال اللي بعديها مديني equation وعايز الفاليو بتاعت 6 باور 2n، يبقى انا محتاج اجيب الفاليو بتاعت الn، يبقى احل الايكويشن دي واجيب الفاليو بتاعت الn. نحاول نشوف ريليشن بتوين النمبرز وبعضها. طيب انا عندي 7 ليها علاقه بال 49 7 باور 2، 25 فيها 5 وال 15 فيها 5 و 3. طب 343 دي احنا مشهوره قوي عارفينها 7 باور 3. طيب نمسك الليفت هاند سايد نشتغل عليه، ال 49 7 باور 2 يبقى 7 باور 2n كلام ده تايمز ال 25 يعني 5 باور 2 يبقى 5 باور 4n عشان عندي فوق 2n، الكلام ده هيبقى تايمز 3 باور 4n. طب تحت 7 باور نيجاتيف الn هيبقى تايمز ال 15 3 باور 4n تايمز ال 5 باور 4n، دي زي دي ودي زي دي، هيبقى معايا 7 باور 2n والنيجاتيف n يطلع فوق بوزيتيف n، يبقى 7 باور 3an. ده الليفت هاند سايد. طب الرايت هاند سايد بيكوال ايه؟ الرايت هاند سايد بيكوال 7 باور 3. يبقى سنس ان البيز بيكوال البيز، يبقى زين ال 3n ايكوال كام؟ ايكوال 3. ده معناها ان ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 1. يبقى ال 6 باور 2n هتيكوال 6 باور 2 تايمز 1 ل 6 باور 2 which is 36. المسألة اللي بعد كده 3 باور x ايكوال 27 وال 4 باور x بلس y ايكوال 1، عايز الفاليو بتاعت الx والa والy. طبعا الفاليو بتاعت الx هجيبها من هنا، انا عندي 3 باور x هتيكوال 27 اللي هي 3 باور 3، يبقى ده على طول هنا تقول لي x ايكوال كام؟ x ايكوال 3. الناحية التانية هنسبستيوت من هنا هنا، يبقى ال 4 باور 3 بلس الواي ايكوال 1، اكسبوننت ايكوال 1 يبقى الباور ب 0، يبقى زين 3 بلس الواي ايكوال 0 يعني الواي ايكوال نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3. اكسرسايز 12 تشوز الكوركت انسر فروم زوز جيفن، بيقول لي اف 3 باور اكس بلس 1 ايكوال 5 باور اكس بلس 1 فايند الاكس. طب انت شايف بعينيك ان البيز مش زي البيز، يبقى لازم يكون الباور بزيرو، يعني الاكس بلس ال1 دي لازم تكون ايكوال كام؟ زيرو. يبقى الاكس عندي هتيكوال كام؟ يبقى الاكس هتيكوال نيجاتيف مين؟ نيجاتيف 1. نيجي هنا 3 باور 2 بلس اكس 5 باور اكس بلس 2، يبقى ال7 باور اكس بلس 2 ايكوال كام؟ طب واضح ان ال2 بلس اكس هي اكس بلس 2، انا عندي البيز مختلف عن البيز، يبقى الاكس بلس ال2 ايكوال 0 يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 2. طب انت عايز مين؟ انت عايز 7 باور اكس بلس 2 اللي هي 7 باور نيجاتيف 2 بلس 2 اللي هي 7 باور 0 اللي هي ايه؟ اللي هي 1. نيجي اللي بعد كده بيقول لي 2 اوفر 3 باور 9 ايكوال 3 اوفر 2 باور اكس. طبعا واضح ان ده الريسبروكال بتاع ده، يبقى لازم تكون الاكس عبارة عن الاداتيف انفرس بتاع الباور الثاني، يعني الاكس عندي ايكوال نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 9. 2 باور اكس ايكوال 1 اوفر 8. طب ال 8 دي احنا ال 1 اوفر 8 اللي هو ايه؟ ال 1 اوفر 8 اللي هو 1 اوفر 2 باور 3. ال 1 عبارة عن 1 باور اي حاجة، يعني اكنها 1 باور 3 ديفايدد 2 باور 3 اللي هي 1 اوفر 2 لكل باور 3. طب انا عندي هنا 1 اوفر 2 عايز اخليها 2 اوفر 1، يبقى هتبقى 2 باور نيجاتيف ايه؟ 3. يبقى ال 2 باور اكس ايكوال 2 باور نيجاتيف 3، يبقى الاكس ايكوال كام؟ يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3. هو بيقول لك اكس سكويرد يعني نيجاتيف 3 سكويرد هتيكوال مع الايه؟ ال 9. اللي بعديها الاكس باور الابسولوت فاليو اوف اكس ماينس 3 ايكوال 25، 25 عباره عن 5 باور 2، يبقى ال 5 باور 2 هتيكوال 5 باور مودولس اكس ماينس 3. ده معناه ايه؟ ان الاكس ماينس 3 هتيكوال معايا بوزيتيف نيجاتيف 2،
يعني ال x minus 3 هت equal 2 or x minus 3 equal negative 2. تيجي هنا بالبوزيتيف يعني ال x equal 5، دي تيجي هنا بالبوزيتيف او ال x equal 1، يبقى التشويس دي. اللي بعديها الثيرد روت ل 1 over 27. الثيرد روت ده بي equal باور 1 over ايه؟ over 3. طيب يبقى انا عندي هنا الثيرد روت لل 1 over 27 هتيكوال معايا 1 over 27 باور 1 over 3. طب ال 27 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 باور 3، يبقى 1 over 3 باور 3 الكل باور 1 over 3 اللي هتيكوال 1 over 3 باور 3 times 1 over 3 اللي هي 1 over ايه؟ 3. يبقى كل ده 1 over 3. طيب هنا بيقول لك 3 باور x minus 1، يبقى انا عايز السي تطلع فوق، يبقى اكنها ال 1 over 3 عباره عن ايه؟ عباره عن 3 باور نيجاتيف 1. يبقى ال 3 باور x minus 1 equal 3 باور نيجاتيف 1، يبقى ال x minus 1 equal نيجاتيف 1، ده معناه ان ال x equal كام؟ ال x equal 0. اللي بعديها هنا ال square root 3 باور x plus 1 equal 3 root 3. احنا قلنا ال square root بي ايكوال باور 1 اوفر 2، يا اما خلي ال 3 عباره عن روت 2 سكويرد، يعني ال 3 دي عباره عن ايه؟ عباره عن روت 3 تايمز روت ايه؟ 3. يبقى كانها روت 3 تايمز روت 3 تايمز روت 3، يبقى روت 3 باور اكس بلس 1 ايكوال روت 3 باور كام؟ باور 3، يعني الاكس بلس ال 1 ايكوال 3، يعني الاكس ايكوال 3 ماينس 1 ويتش از الايه؟ ويتش از 2. السؤال اللي بعد كده البيز ايكوال البيز، يبقى الباور ايكوال الباور، يعني اكس ماينس 2 ايكوال 1 ماينس 2 اكس. نجيب الاكس في الليفت هاند سايد والنمبرز في الرايت هاند سايد، يعني الاكس بلس 2 اكس هت ايكوال 1 بلس 2، يعني 3 اكس ايكوال 3، يبقى الاكس ايكوال 1. بروبلم 9 3 باور اكس ايكوال 9، عايز الفاليو بتاعت الايه؟ الاكسبريشن ده 3 باور اكس equal 9 يعني 3 باور 2، يبقى زين ال x equal كام؟ equal 2. ده معناه ان 2 باور 2 minus 1 equal 4 minus 1 which is 3. x plus 1 باور 3 equal 1 over 8 باور negative 3. ممكن نحول ال negative باور ل positive باور واقلب ال fraction اللي جوه. يعني ايه؟ يعني x plus 1 باور 3 هت equal ال 8 باور كام؟ باور 3. طيب الباور عندي هنا از ايه؟ الباور عندي از اود، يبقى مش هيبقى بوزيتيف نيجاتيف، يبقى انا عندي الاكس بلس ال1 تيكوال ال8، يجي هنا بالنيجاتيف ساين، يبقى الاكس ايكوال ال8 ماينس 1 ويتش از الايه؟ ال7. اللي بعد كده 2 باور اكس ايكوال 4، ال4 عندي 2 باور 2، يعني 2 باور 2 اكس ايكوال ال2 باور ايه؟ باور 2. بيز ايكوال بيز، يبقى ال 2 اكس ايكوال كام؟ ايكوال 2، ده معناه ان الاكس ايكوال ال 1. طيب هو عايز بقى مين؟ 2 باور 5 اكس، يعني 2 باور 5 تايمز 1 اللي هي 2 باور 5 ويتش از ال 30 ايه؟ ال 32. السؤال اللي بعد كده هنا عايز الاكس، طيب انا عندي ال 0.05 اللي هي 5 اوفر ال 100، الكلام ده تايمز 2 over 1000 اللي هي هيديني 10 over 100,000، ده يروح مع ده اللي هي 10 باور نيجاتيف الايه؟ 4 equal 10 باور اكس، ده معناه ان الاكس equal نيجاتيف 4. 13 هنا عندي اكس ماينس 1 وعندي هنا 3 1 ماينس الاكس، طيب equal 9 over ال 4. طيب اتصرف في دي ازاي؟ خد بالك انا ما اقدرش الم الاثنين دول مع بعض عشان الباور عندي مختلف، بس خد بالك انا ممكن اخليها علامه ديفيجن. طب ازاي؟ مش احنا اتفقنا ان الاكس ماينس 1 وال1 ماينس اكس الفرق بينهم عباره عن ماينس ساين كومن فاكتور، يعني الاكس ماينس 1 دي بتيكوال ايه؟ ماينس 1 ماينس الاكس. جميل، يعني ممكن اخلي دي كده هي اللي فوق، ليه انا هخلي دي اللي فوق؟ عشان ال 9 فوق دي اللي اخلي معاها نيجاتيف ساين، يعني هقول 2 باور نيجاتيف 1 ماينس اكس، الكلام ده تايمز 3
باور 1 ماينس اكس. طب انا استفدت ايه؟ استفدت ده لما يكون نيجاتيف اقدر انزله تحت، يبقى اكنها 3 باور 1 ماينس اكس ديفايدد 2 باور 1 ماينس ايه اكس. اللي انا عملته خليت التو باورز زي بعض، يبقى اقدر الامهم في براكت واحد واللي جوه يكون الفراكشن على وضعه، يبقى عندي 3 اوفر 2 باور 1 ماينس الاكس. هنا يتضح ليك ليه انا خليت التو الباور بتاعها اللي اخد منه الكومون، عشان انا شفت بعيني ان الفور تحت، لكن لو انا كنت شفت بعيني ان الناين تحت كنت هاخد الايه الماينس من هنا. يبقى ده هيكوال عندي 9 اوفر 4 اللي هي 3 باور 2 2 باور ايه 2 اللي هي 3 اوفر 2 لكل باور 2. يبقى 1 ماينس اكس ايكوال 2، هدي هنا وهدي هنا، يبقى الاكس عندي هتيكوال نيجاتيف ايه نيجاتيف 1. نيجي بروبلم 14. طيب بعيني كده ابص الاقي ان ده وده الاثنين كونجوجيت، يبقى ال2 باور اكس عندي هيكوال الفيرست سكوير يبقى 4 تايمز ال5 20 ماينس السكند سكوير يبقى 9 تايمز ال2 ايكوال 18. ده معناه ان ال2 باور اكس ايكوال 2، ال2 طبعا دي الباور 1، يبقى الاكس عندي ايكوال كام؟ ايكوال 1. بروبلم 15، 3 باور اكس ايكوال 7 و7 باور واي ايكوال 9، عايز اكس واي. طب هعمل ايه؟ طب خد بالك انت عندك هنا 7 ومديك هنا الفاليو بتاعتها. يعني ايه؟ يعني لما اقول ال7 باور واي ايكوال 9، طب هو مديك ال7 بكام؟ مديهاني ب3 باور اكس، هيبقى الكل باور كام؟ باور واي ايكوال كام؟ ايكوال 9. ده معناه ان 3 باور اكس واي ايكوال ال9 3 باور 2، يبقى الاكس واي ايكوال كام؟ ايكوال 2. Exercise 13 completes the following. يقول لي if 5 power x times x minus 1 equal 1، هات لي الفاليو بتاعت الاكس. Exponent equal 1، اتفقنا على طول باور بزيرو، يبقى الاكس times x minus 1 equal 0، يبقى يا اما x equal 0 or x equal 1، يبقى هنا 0 or 1. اللي بعديها 3 power n times 3 power 5 equal 1، يبقى الn بكام؟ انا شايف هنا 3 و 3، يعني 3 باور n بلس ال5 ايكوال 1، اكسبوننت ايكوال 1 يبقى الباور بزيرو، يبقى ال n بلس ال5 ايكوال 0، يعني ال n ايكوال نيجاتيف 5. اللي بعد كده 2 باور y تايمز 5 باور y ايكوال 100، يبقى y بكام؟ شايف الباور زي الباور، يبقى ال2 بيزز نضمهم على وضعهم، يعني 2 تايمز 5 از 10، يبقى 10 باور واي ايكوال 100، ال 100 عندي اللي هي 10 باور 2، يبقى الواي ب 2. 3 اوفر 5 الكل باور اكس ماينس 7 ايكوال 1، تاكيدا على جزئيه ان الاكسبوننت ايكوال 1 يبقى الباور ب 0، يبقى الاكس ماينس 7 ايكوال 0 زين الاكس ايكوال 7. اللي بعديها 3 باور اكس 2 باور نيجاتيف اكس، يبقى انت هتنزل تجري تحت، يعني ال 3 باور اكس وعندي هنا 2 باور اكس ايكوال كام؟ 1.5 اللي هي 3 اوفر 2. طب دول نعمل فيهم نضمهم، يعني دي اكنها 3 اوفر 2 الكل باور اكس ايكوال 3 اوفر ايه اوفر 2، يعني الاكس بايه؟ ب 1. هنا نفس الكلام نجيب دي تحت، يبقى انا عندي هنا 2 اوفر ال 5 الكل باور اكس ايكوال 2.5، 2.5 اللي هي 5 اوفر 2، يبقى لازم اعكس ده، يبقى زين ال 5 اوفر 2 باور نيجاتيف اكس ايكوال 5 اوفر ايه 2، يبقى نيجاتيف اكس ايكوال 1، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف الايه نيجاتيف 1. اللي بعديها 4 باور اكس ماينس ال 6 ايكوال 64، احنا قلنا ان ال 64 عباره عن ال 4 باور 3، يعني 4 باور اكس ماينس 6 ايكوال 4 باور 3، يعني الاكس ماينس 6 ايكوال ال 3، ده معناها ان الاكس ايكوال 9. هو عايز روت الاكس اللي هي روت ال 9 اللي هي ايه؟ اللي هي 3. طب اللي بعديها 16 1 اوفر 16 اللي هي 16 باور نيجاتيف 1، وال 16 عباره عن 4 باور 2، يبقى عندي هنا 4 باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. يبقى عندي 4 باور اكس ماينس 10 هتيكوال 4 باور نيجاتيف 2، يبقى الاكس ماينس 10 ايكوال نيجاتيف 2، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2 بلس 10 which is ال 8، يبقى الثيرد روت لل 8 ايكوال كام؟ ايكوال 2. اللي بعديها هنا
السكوير روت لل 5 باور 2x. السكوير روت لل 5 باور 2 يديني 5، يبقى دي كلها 5 باور x ايكوال كام؟ 1 اوفر 5. طب ال 1 اوفر 5 اللي هي 5 باور نيجاتيف 1، يبقى الاكس على طول بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. بروبلم 10 بيقول لي 2 باور x تايمز 3 باور x ديفايدد 12 باور x ايكوال اوفر 2، فايند x. عندي ال 2 وال 3 ليهم نفس الباور، ده معناه ان ال 6 باور x ديفايدد ال 12 باور x equal 1 over 2. طيب نضم ال 2 باورز دول على وضع الفراكشن ده، يعني ال 6 over 12 الكل باور x equal 1 over 2، ده يديني 1 ده يديني 2، يبقى 1 over 2 باور x equal 1 over 2، يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس ب 1. اللي بعد كده من المسائل المشهوره جدا في مسائل الباورز، لما تلاقي اديشن لاكسبوننت لازم تاخد كومون فاكتور. يبقى ال 3 باور x هنا لما اخد دي، لما اخد من الترم ده 3 باور x يديني 1 بلس 1 بلس ايه بلس 1، الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال 1. يبقى 3 تايمز 3 باور x ايكوال كام؟ ايكوال 1. 3 دي عليها 1، يبقى 3 باور x بلس ال 1 ايكوال 1، اكسبوننت ايكوال 1، يعني الاكس بلس ال 1 بيكوال 0، يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 1. اكسرسايز 12 بيقول لي f3 و a باور x ماينس 2 ايكوال 1 و 3، فايند الفاليو اوف الx. انا عندي دي ست ودي a ودي ست، طالما الاثنين ايكوال بعض يبقى لازم الاليمنتس بتساوي بعض. ادي ال 3 ايكوال a ال 3، يبقى الناحيه الثانيه يبقى a x ماينس 2 ايكوال 1، اكسبوننت ايكوال 1، يبقى الباور على طول x ماينس 2 ايكوال 0، يبقى الx ايكوال كام؟ الx ايكوال 2. اللي بعديها order the pair بيكوال order the pair، يبقى الفيرست ايكوال الفيرست والسكند ايكوال الايه؟ السكند. يعني ال 2 باور x ايكوال 16 وال 16 عندي 2 باور 4، يبقى على طول ال x ايكوال كام؟ ايكوال 4. طب بالنسبه لل y 125 ايكوال y باور 3، يبقى 5 باور 3 ايكوال y باور 3، يبقى ال y ايكوال 5. نيجي نشوف اللايف ابلكيشن. بيقول لي if the area of Samih's chessboard is 2 power n centimeter squared، بيديني ال area. given that the side length of each small square which the board consists of is 4 centimeter، يعني ال square ده لوحده كده ال side بتاعه 4 centimeter. بيقول لي find the value of n، عايز اشوف ال n دي بكام. طيب يبقى انا اجيب ال area كلها. طب ال area عندي هتيكوال كام؟ هم كلهم كام ال chessboard ال squares الصغيره؟ هنا 8 وهنا 8، يبقى كام؟ يبقى the number of small squares is 8 times 8 which is 64 square. طيب الاريا بتاعت السكوير الواحد ايكوال كام؟ the area of one square equal كام؟ equal 4 باور 2، اللي هي كام؟ 16 سنتيمتر سكويرد. يبقى الاريا بتاعت التشيس بورد كلها، يبقى ذا اريا اوف التشيس بورد هت equal معايا ال 16 تايمز 64 تايمز 64 سنتيمتر ايه؟ سكويرد. المفروض ده كله بيكوال كام؟ 2 باور n، ده بيكوال 2 باور n. يبقى انا اخلي ده بيس 2 واخلي ده بيس ايه؟ بيس 2. دي 4 باور 3 يبقى دي اكنها 2 باور 6. دي 4 باور 2 يبقى 2 باور كام؟ باور 4. يبقى هتيكوال معايا 2 باور 4 تايمز 2 باور 6 اللي هتيكوال 2 باور 4 بلس 6 اللي هي 2 باور 10. يبقى ال n عندي هتيكوال كام؟ هتيكوال 10. نيجي نشوف المسائل بتاعت الاكسلنت بيوبلز. بيقول لي find the value of x in each of the following exponent equal exponent، يبقى يا اما، وخد بالك الباور هنا زي الباور بالظبط، يبقى يا اما الباور equal 0 ومن هنا هنلاقي ان الx equal negative 2، or البيز equal البيز. بس خد بالك انت لما نشوف البيز equal البيز، لو قلنا ان الx equal 4، لو جيت بقى تدخل ال 4 هنا يبقى ال x بلس 2 هتيكوال معايا 4 بلس 2 which is ال ايه؟ which is ال 6، يتحول معاك الباور ل even value.
وطالما even value يبقى لازم ال base ييكوال positive negative ال other base. يبقى ال x عندك هتيكوال positive negative 4 or negative 2. يبقى ال x عندي belongs to negative 2 و 4 و negative 4. المسألة اللي بعديها a power x plus 3 minus 1 equal ال expression ده. ال expression ده انا ممكن اضمه يعني ال a minus 1 وال a plus 1 ده الـ expansion بتاع الـ difference between two squares. يعني ده كده هيديني a squared minus 1 ولقي هنا a squared plus mean plus 1 وعندي هنا a power 4 plus 1. الاتنين دول بردك الـ expansion بتاع الـ difference between two squares اللي هم مين؟ اللي هو a power 4 minus 1 وده ينزل a power 4 plus mean plus 1. يبقى المسألة تبقى عاملة ازاي؟ a power x plus 3 minus 1 ده الاكسبانشن بتاع الديفرنس between two squares اللي هو a power 8 minus 1. by similarity يبقى then ال a power x plus 3 equal a power mean power 8. since ان ال base equal ال base يبقى ال power equal ال power. يبقى ال x plus 3 equal 8. يبقى ال x عندي هت equal ال 8 minus 3 which is ال a which is a 5. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الليسون. يا رب تكونوا فهمتوه كويس. ليسون مهم جدا لازم تمشي ايدك فيه كتير، وبالتوفيق ان شاء الله.